مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. من بعد تنزيلها لها الصورة على انستغرام، من بعد عودتها من الأردن لتركيا قبل أيام، اختفت قمر الطائي من على السوشيال ميديا، وهذا اللي أقلق المتابعين كثيرا، حيث انتظر الجمهور ردة فعلها على أغنية الفنان السلاوي الجديدة اللي طرحها امبارحة، فما شفنا منها لا لايك على بوست الأغنية على انستغرام ولا ريبوست أو تعليق على الستوري. وحكى الجمهور ولاحظ ستوري ولايك من طرف لانا محمد وغيث مروان، حيث باركت لانا للسلاوي بنشرها للفيديو من الأغنية على الستوري. وبالحديث عن قمر الطائي، فبآخر ظهور لها مع صبا شمعة ضمن قناتها على يوتيوب، فأجابت على موضوع ليش تركت فريق نور مار، وإجابتها كانت كالتالي: ليه تركتي فريق نور مار؟ أوكي. هذا الشيء حكيته من قبل وحاجة أحكي. ما اتفقنا أول شيء، يعني هن عندهم ساعات تصوير معينة، عندهم أفكار معينة، عندهم كتير شغلات غير اللي أنا بدي إياها. أوكي. أنا طلعت من الفريق عن 700,000 هلأ 4,000,000، يعني أنا طورت من حالي كتير، يعني أنا لحالي الشغل حالي أحسن صراحة. فأنا بحب أشتغل لحالي، ما بحب حدا يتحكم فيني، ولا بحب إنه ألتزم تصوير معين أو مع حدا معين، وبتمنى لهم كل الخير، يعني ما عندي أي مشكلة معهم. أما سيدرا بيوتي وبدافع المزح، فشاركتها الستوري ظهرت فيه بوسادة على شكل خاتم خطوبة، وعلقت بي أكيد حقول نعم. أما أم بيسان ففاجأت الجميع بظهورها مع بيسان ضمن هالستوري، فمعروف عن أم بيسان ظهورها القليل على السوشيال ميديا. وأنس الشايب فشارك هالستوري أظهر فيه مشاهدات آخر الفيديوهات القصيرة اللي شاركها على قناته على يوتيوب، واللي تخطت ملايين المشاهدات، وعلق بي الحمد لله.